هاجم مواطن من محافظة بابل الحكومة بعد قرار توزيع نصف كيلوغرام من مادة العدس وانتقدها بأقسى العبارات. فنشاهد. ايش اقول لك؟ صرنا اضحوك بين الدول النوب، يعني انا ما رئيس الوزراء، وزير التجاره، يعني يمكن يضحكون علينا لو يضحكون على نفسهم، مدى يشوفون يعني كاراكاتير قاعد يطلع ويا هاي ميركل رئيسة الوزراء الالمانيه ميركل، مو على مود العدسات تترجاه، ما معناه تترجاه وتقول له فد ربع عدس، مو صرنا اضحوك، العالم قامت تضحك علينا، عيب على مود وجبه، احنا شعب عريق نطلع نحكي بالتلفزيون او بالقنوات الفضائيه او يصير الكلمه مالتنا والتداول مالتها هو على مود البطاقه التموينيه، لو تمنات معفنات، لو تمنات جايبيها من مناشئ غير ما حد يشتريها اصلا ولا حد يريدها، لو جايبين لنا شكرات مال ست اشهر نايمات بالمخازن، ولكم عيب، حتى الدهن والزيت ماله هسه ما يخالف حد صناعتنا الوطنيه مو مشكله، لكن تمن حسنوه بابا هذا تمن العنبر العراقي الموجوده وزعه للشعب، ادري الشعب غنم دتوكلوه تبين، اي مو عيب عليكم ولكم كافي كافي، انتم ما تضحكون علينا كذب، هي هات تضحكون عن الشعب، بس الشعب كتب لكم تاريخ، تاريخكم مزيف ايها الحكومه الجاهله، ايها الحكومه الغير رشيده، ايتها الحكومه الغير عاقله، انتم غير عقال، لا يمكن ان نؤمن بكم حكومه. كل هاي ما اقدر اقول بعد. في مدينه السماوه